우리 신부가 이번에 사수님을 이렇게 장난을 그림 그림 이렇게 부르는 하여튼 어미 너무나 어미 좋아하나 سيراتي ربنا أنت الأوحد يؤمن بكلها نسألك الخير في الدنيا والآخرة أمين رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشر الله والعدوان إلى عذاب العدوى ننتقل إلى الآية الثانية وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا الآية 65 تعال وإذا قيل لهم من تنفقد فيها رسول عليك صلاة تسمح ولم ترفش الكتاب الذين صدقوك على المنام ولم ترفش أتباعهم أولى بنقل الوحي إلى من هو كان عند المنافق فقد حلوا عليه يريد أن يحيوه عن طريق السلطان ويجيبوه عن طريق المحنة هذا شأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه نعم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله أي اتخذوا القرآن كتابا كاملا مهيمنا أتى بكل أمر جلل يحمينا من الشلل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول إذا نحن الدين مسلمين مؤمنين ونعرف فيه نسبا نبي الحق لأنه لا وعد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من نفع إلا من تقوى كل هذه الأشياء بحساب لأرض الخلق ولا اسم محمد يقرا محمد العصري عليه الصلاة والسلام دعوة كبيرة بس المفتين كثير مفتين ما في دول ما في دول الأكبر بلنا نعلم طبعا عن طريق المؤمن عن طريق الواحد وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين قالوا قد رأيت وقالوا ألم ترى هنا قالوا عليك السلام هنا قال رأيت المنافقين قالوا مسألة هنا رأيت بمثل يعني المسألة لا الحقيقة الأولى ألم ترى فالفت منه إلى من صورا هنا درجة ثانية قد رأيت إن أتى ربي من الفهم ومن رؤية السورة لا لا التي لا نرى من كثير وكذلك قال انت زوان الكلام ربي سبحانه وتعالى لا تشد الموت ايوه 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 الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام في الاقوال عليه الصلاه والسلام ثم الذين يلونهم الى نزول لاشقى الناس وابغضهم عند الله من المنبه ثم في القران تلك الكثير من ذكر منازلهم تعيسى في سواء الجحيم نفس الجحيم بدون كسر يعني الباطل والدروس وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود يعني يبعد وجودان الإمارات المسلمين يفلك الكلى وشد الكليفة كل من هذا الأصحاب ما يلمنا ما يلمنا سلمنا ب أربابنا وأسنان وجدود بلا كبيرة عندنا بلا كبيرة يعني في مزن دخل من على من؟ على رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك والسلم إلى نفاق النبي عليه الصلاة والسلام ليس ما من أمر رسول الكريم عليه الصلاة والسلام بمحاكم هؤلاء نحن نريد الحاكم الحاكم إلا على أشياء ستحصل شيء تفكر ولكن الصدور الصدور الله سبحانه وتعالى يدس إلى الأبد أو يوضع في يوم أيام الدنيا أو يوضع في يوم العشر يوم الحساب هذا الأمر يرجع إليه والله غالب والأمر والسلام.